النهارده بنحتفل مع حضراتكم بقامه من هذه القامات. النهارده معانا فنان كان بيلقب بابن النيل فتى الشاشه، ليه اكبر رصيد في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربيه. قدم مجموعه من الاعمال العبقريه زي الزوجه الثانيه، انديل ام هاشم، وطبعا شباب امراه، ده غير فيلم رد قلبي اللي حصل من خلاله على وسام الدوله من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. اكيد عرفتوا احنا بنتكلم على مين، بنتكلم على الفنان الكبير شكري سرحان. ابن النيل وفتى الشاشة صاحب أعلى رصيد من قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية، الفنان شكري سرحان أحد أبرز صناع السينما وقوتنا الناعمة على مدى سنوات طويلة. عشق شكري سرحان التمثيل والفن وهو صغير، حيث كان شقيقه الأكبر صلاح يشارك في إحدى الفرق المسرحية الخاصة، فكان يتابع مسرحياته على مسرح الأزبكية. كذلك كان يحرص على مشاهدة السينما في سينما الهلال الصيفي، وكانت بجوار منزله، فكان يتابع أفلامها من أسطح العمارات المجاورة. وبينما كان يلجأ الجيران لطلب النجدة لتفرقة أولاد الشارع من السطح، كان شكري يجتمع بعدها مع أبناء حارته ليمثل المشاهد الخاصة بالعمل الذي شاهده. ومع الوقت قرر أن يلتحق بفريق التمثيل في مدرسته. أول عمل شارك فيه شكري سرحان كان فيلم نادية في عام 1949، وفي العام نفسه قدمه المخرج والمنتج حسين فوزي في لهاليبو أمام نعيم عاكف، وهو ما حمس المخرج يوسف شاهين ليسند إليه بطولة فيلم ابن النيل في عام 1961، وهو العمل الذي شكل انطلاقته الفنية الحقيقية التي حولت الأنظار إليه لما يمتلكه من مؤهلات نجومية وموهبة. وهذا ما جعله محط اهتمام المنتجين والمخرجين، فقدم بعدها أعمالاً مختلفة أشهرها شباب امرأة، الزوجة الثانية، قنديل أم هاشم، وأنا حرة. شكري سرحان الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله حصل على العديد من الجوائز، منها أفضل ممثل التي حصل عليها أكثر من 8 مرات عن أدواره في أفلام شباب امرأة، اللص والكلاب، الزوجة الثانية، النداهة، وليلة القبض على فاطمة. منحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الدولة عن فيلم رد قلبي. كان فنان استثنائي الحقيقة، وترك أعمال هتبقى خالدة في ذاكرة كل المصريين، ابن النيل شكري سرحان.